Hello, I'm Professor Pat Walsh, Vice-Chancellor of Victoria University of Wellington. Welcome to Victoria. As an international student at Victoria, you'll be part of a world-class university in New Zealand's finest city. Your Victoria degree, together with your New Zealand experience, will open doors for you throughout the world. We look forward to having you join us here at Victoria. عرفت جامعة فيكتوريا بامتيازها الأكاديمي وبحوثها العالية المستوى على الصعيد الدولي موزعة على 4 حرم جامعية. كانت البداية هنا في كيلبرن، هنا على التلال فوق قسم الأعمال المركزي يكمن حرم كيلبرن الجامعي ليمثل قلب جامعة فيكتوريا. تمتزج في حرم كيلبرن العراقة مع التجديد. فهو دار لدرجات مختلفة في العلوم والهندسة والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية لمرحلتي ما قبل التخرج وما بعده. درس هنا البروفيسور إلين ماكدايرمونت والحائز على جائزة نوبل حتى سمي أحد مراكز البحث على اسمه. واستفاد خريجون متميزون من الدراسة في مدينة لها أعلى تركيز من العلماء في نيوزيلندا. كما ويعد حرم كيلبرن مكان ممتاز للقاء والترفيه والاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة والميناء، فيجد الطالب فيه ما يحتاج مثل المكتبة والبنك ومقاهي ومركز ترفيه. وعلى بعد 15 دقيقة مشياً على الأقدام أو 5 دقائق بالباص من حرم كيلبرن وفي وسط المدينة يكمن حرم تيارو. إنه المركز لكل الكورسات الجامعية المتعلقة بأقسام الهندسة المعمارية والتصميم. ويقع حرم تيارو بالقرب من التصاميم المعمارية المتميزة ومحلات الأزياء المواكبة للموضة ومجموعة رائعة من المقاهي. وعلى بعد 10 دقائق بالسيارة عن قلب مدينة ويلينغتون يكمن حرم كاروري الجامعي. يمثل حرم كاروري الجامعي مركز لتدريس كورسات التعليم وكذلك برنامج الدراسات الأساسية لجامعة فيكتوريا. وفيه أيضا مقاهي ومركز ترفيه ومساحات خضراء. وفي قلب المدينة السياسي والتجاري يقع حرم بيبيتا الجامعي. ومكانه مناسب قرب البرلمان والمحكمة العليا، إذ تدرس فيه كورسات القانون والتجارة والإدارة. ويوفر حرم بيبيتا مدرسة الحكومة الوحيدة في البلد، ويعد طلابه من أحسن الطلاب في مجال أقسام إدارة الحكومة وسياسة الحكومة. ولحرم بيبيتا موقع مثالي بجانب محطة القطار وموقف الباصات، ويوجد أيضا باص لجامعة فيكتوريا بصورة منتظمة بين حرمي بيبيتا وكيلبرن، وتجمع حرم جامعة فيكتوريا الأربعة الأفضل من القديم والجديد، فلديها كل المراحل من ما قبل التخرج إلى درجة الدكتوراه بما يلائم الطلبة، بأساتذة أكاديميين رفيعي المستوى على الصعيد الدولي، والعديد من المؤسسات الاجتماعية والسياسية والمالية الأكثر أهمية في القطر. ليس من الغرابة بأن تهيئ جامعة فيكتوريا طلابها لمستقبل زاهر.